في البداية. أيوة اللي أنت قريته في عنوان الفيديو دوت صح، أنا هخليك تعمل تجميع لنفسك بسعر 3000 جنيه وتشغلك معظم الألعاب ما بين هاي وميديم، والجهاز طبعا يكون أحسن من أجهزة الاستيراد، لأن أجهزة الاستيراد بيكون فيها الباور قليل وده ممكن يحرق الكارت. أول حاجة يا نجم النجوم هتجيب ورقة وقلم وتكتب القطع اللي هملهم لك دلوقتي، وتكتب الأسعار ما بين كام لكام عشان لما تيجي تنزل تسأل في كل حتة، تسأل في أوليكس، تسأل في المحلات، تسأل في أي حتة، وتحاول تلاقي أحسن سعر وتشتري، لأن أنت كل ما هتوفر هيكون أحسن. هنبدأ أول حاجة بالبروسيسور، اخترت لك i5 جيل تالت، i5 3470، سعره من 500 ل 600 جنيه. البروسيسور 4 كورز و4 ثريدز. تاني حاجة المذر بورد H61. هتقول لي ليه اخترت البورد ديت؟ هقول لك أنت في الفئة السعرية ديت مش عايز حاجة مثلا فيها M.2، أنت محتاج أي بورد تشغل لك التجميع وخلاص. فانا اخترت لك البورده ديت لان هي ارخص بورده بتعمل المهمه ديت، سعرها من 350 ل 400 جنيه. مشكله البورده الوحيده ان هي فيها مكانين للرام، يعني احنا دلوقتي الرامات هنختارها 8 جيجا بسعر حوالي 450 جنيه، هتختار 4 و4، فانت كده سددت المكانين بتوع الرام. لو انت عايز تحدث مثلا تخليها 16 هتجيب 8 او 8، بس انت لو عليت البورده فيها 4 اماكن للرام اكيد هتبقى اغلى بكتير وهتعدي التجميع عن 4000 جنيه. تالت حاجة زي ما قلت لك الرامات، هنجيب 8 4 و4 بحوالي 450 جنيه. رابع حاجة الهارد، مش محتاج أكتر من 500 جيجا كبداية، تحط عليه شوية ألعاب، سعر الهارد 500 جيجا حوالي 200 جنيه. خامس حاجة وهي الكيس، أنت محتاج أي كيس تلم لك التجميع وخلاص، مش محتاج أي رفاهيات ولا شكل حلو ولا أي حاجة. حاول تنزل المحلات اللي هي بتبيع أجهزة قديمة شوية، تاخد لك أي كيسة تشيل لك التجميع وخلاص. هات لك مثلا كيس التايجر، هتلاقي كيسات ما بين 100 ل 300 جنيه، حاول ما تزيدش عن كده عشان التجميع ما تبقاش عالية. سادس حاجة هو الباور، هتختار باور 400 واط، هتلاقيه في حدود 250 ل 300 جنيه. حاول ما تجيبش الباورات الصيني اللي هي 1500 واط بسعر 150 جنيه، لان انت حرفيا بتحط قنبلة في الجهاز. تحاول تختار باور كويس يكون مستعمل بس من ماركة نظيفة، وحاول ما تقلش عن 400 واط عشان الكارت. كده التجميع كلها عاملة حوالي 1950 جنيه، انت لسه معاك 1050 جنيه تقدر تشتري بيهم كارت شاشة. الكارتين اللي برشحهم لك جي تي اكس 750 تي اي وجي تي اكس 960. الجي تي اكس 750 تي اي بحوالي 1000 جنيه لو انت مش عايز تعلن الميزانيه وتعمل التجميع في 3000 بالظبط، بس لو انت عايز تزيد شويه هتجيب الجي تي اكس 960 هيكون بحوالي 1650 جنيه، انت هتزيد عن التجميع في 600 جنيه بس. كارت الجي تي اكس 960 بيساوي في الاداء الجي تي اكس 1050 تي اي. طبعا انت عرفت تزود 600 ما بين ال 750 تي اي وال 960، ادفعهم لان فرق الاداء يستحق. وبس ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبك. سلام.